اخوان صبا بخير كل شيء مزيان مرجع لبس مرحبا بكم مرة اخرى دونك اليوم هيكون عندنا ابتي فيديو هيكون فيه واحد نظروا على كيفاش تغلف الكاسك ديالك في الدار في بعض هيكون يخصك غير بعض الزمتيل مشي شي عجل هي معقدة بزاف مهم الكاسك اللي خديت جديد هو كاسك انتيغرال هو HGC انتيغرال فيه فيزو ترانسبارون فيه لونيت حمرين ديالهم كحلين عفوا هو المهم انا بديت الفيديو من بعد ما درت ليه تفكيك نسموه تفكيك كامرون ديسامبلين لونغري واخا سي بون المهم هذا الفيديو غيتقطع المراحل دابا انا كيف قلت لكم راه كملوا بزاتو ما خليت فيه حتى شي حاجه خليت فيه الكادر بوحدو باش نغلفو بالنوار شنو هذيك الرولو واحد الشونطي يكون بحال هكا المهم غتشوفوا لا ريزلتا فينا ان شاء الله في الاخر ديال لا فيديو خليكم معنا بيس كلينر يعني كاين طويو بيه اي حاجه فيها الكلاص مثلا لي زوب داك لوبجيكتيف ديال لي كاميرا شي حاجه بحال هكا دونك راني طويو كاع الوسخ اللي كاين في الكاسك بحال هذا ابخي باش يلصقنا ديك الساعات البابي يكون شاد فراس ما صورتيش هاد الصوت هذا الزوين ديال السكوتش Thank you.
قلت المرحله اللي وصلنا لها حاليا هما لي بيس راه تغلفوا تقريبا كاملهم على شتيهم في الوهله الاولى تقول واش مسبوغين بالماط ولكن هما راه مغلفين هاد لا بيس حتى هي تبارك الله كتبان انفيني بيان فيني كاين هاد لا بيس الكاسك الكاسك ها هو تقريبا نص باقي نص الاخر دونك خليكم معانا تشوفوا لا ريزولتا فينال ديال هاد الهيلمت هاد وهاد الطريقه هادي راه كتسمى المهم كل واحد اش كيقول ليها انا بالدارجه كنقول ليها التغلاف ولا كاينه واحد الكلمه اخرى مشات ليا من البال ديكال تري ديال ديكال كاين ديكاليو وكاين نورمال واحد السميه هادي ها هي كتقرا المهم كتكتب دور في راب وراب هيلمت المهم كتبوها في جوجل راه تبان لكم اللعيبه هادي يلا خليكم معايا الاخوان النتيجه النهائيه ديال الكاسك الجسي هي الجهه الخلفيه ديال الكاسك تلاحظوا الفرق ما بين هكا وكيف كان الكاسك قبل هاد اللون اللي كان عندي في الاول ودابا هاد اللون اللي ولا عندي تبان لكم الاخوان تبارك الله سيمون خدمه نقيه عندي هاد السلك ديزاينر ديالنا كحاوي بانكو على الدراري الاخوان خليتكم على خير حتى الفيديو ان شاء الله جديد تحيه لكم بيس